يتوافد الطلاب من الشمال السوري إلى مراكز التسجيل في جامعة إدلب بعد أن أعلنت فتح أبوابها للتسجيل في مفاضلة العام الدراسي 2017، وذلك بعد سنة دراسية مليئة بالأحداث والتطورات التي حرمت الكثير من الطلاب من إكمال الدراسة الجامعية. الحمد لله انطلقت المفاضلة العامة لجامعة إدلب للعام الدراسي 2016-2017، حيث توزعت مراكز المفاضلة على مختلف المناطق الجغرافية في محافظة إدلب لتشمل 7 مراكز. المفاضلة العامة جزئت إلى مرحلتين، المرحلة الأولى كانت التقديم الإلكتروني، حيث الطالب يدخل على موقع أو صفحة جامعة إدلب ويوجد على صفحة الجامعة استمارة إلكترونية. عدد الكليات حاليا لدينا بحدود 13 كلية و4 معاهد. العام الماضي كان العدد أقل من هيك، الحمد لله السنة تم افتتاح فروع جديدة مثل كلية الطب البشري وكلية طب الأسنان وكلية الهندسة المعلوماتية وكلية الهندسة الكهربائية، بالإضافة إلى بعض المعاهد. قدمت إدارة التعليم العالي تسهيلات عديدة للطلاب الوافدين من خلال التسجيل الإلكتروني وتأكيده ورقيا في مراكز التسجيل المتوزعة في قرى وبلدات الشمال للمفاضلة على أكثر من 13 كلية أهمها الطب البشري والأسنان. الحمد لله إن صار في فروع كتير، يعني ما في طالب رح ينجح بالبكالوريا اللي رح يدخل فرع جامعة، يعني اللي حتى من الجامعة حسيت أني قليل رح يصير له فرع بالجامعة وكسب الجامعة، يعني إن شاء الله كتير كويسة وخطوة كتير منيحة أني للجامعة، أني حسيت أني كتير تطورت، فيه إيجابيات كتير لها والعالم فيه إقبال كتير كبير، يعني كنا متخوفين شوي بس الحمد لله شفت الإقبال أني بالعكس صار عندنا فضول كتير أني نجي ونصير أنا قاعدة بالجامعة. في الاستمارة بعد المعلومات الشخصية وبعد الأفرع الموجودة في جامعة إدلب، حيث كانت الرغبات الأولى كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، الصيدلي، وبالإضافة إلى بعض المعاهد الطبية منها معهد طب تخدير، معهد طب طوارئ، وبقية الهندسات، الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية. إقبال واسع من آلاف الطلاب والطالبات على التعليم الجامعي بعد فصل أغلبهم من جامعات النظام وقلة الجامعات البديلة للطلاب الجدد والتي تعوض النقص التعليمي في هذه المناطق. أعلنت إدارة جامعة إدلب بدء التسجيل على مفاضلة العام الدراسي للعام 2017 بأكثر من 13 كلية وافتتاح كليات جديدة كالطب البشري وطب الأسنان لأول مرة في جامعة إدلب. لأورينت نيوز، مسلم السيد عيسى، مدينة إدلب.